السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي الكرام في فيديو جديد من هذه السلسلة التي أقدمها حول نظرية التنظيمات. في الحلقات الأربع السابقة أحبابي الكرام قدمت المدرسة الكلاسيكية. في الحلقة الأولى تناولت تايلور والتايلورية، ثم في الحلقة الثانية فورد والفوردية، في الحلقة الثالثة فايول ومبادئ الإدارة الصناعية، وفي الحلقة الرابعة ماكس فيبر وعقلنة التنظيم. كل هذه الحلقات تنتمي إلى المدرسة الكلاسيكية للتنظيم. أحبابي الكرام، المدرسة الكلاسيكية للتنظيم عرفت عدة انتقادات وجهت لها، كونها لا تهتم بالجانب الإنساني وبجانب العلاقات الإنسانية داخل التنظيم، وتركز فقط على المهام وتركز على المسائل التقنية والإجرائية. لذلك في خضم هذه الانتقادات ظهرت مدرسة جديدة، وهي مدرسة العلاقات الإنسانية. إذن أحبابي الكرام، في هذا الفيديو سأبدأ في مدرسة العلاقات الإنسانية، وكتذكير فإنني من خلال هذه الفيديوهات أقرأ من خلال كتاب بعنوان تيوري دي زورغانيزاسيون للكاتب جون ميشيل بلان. إذن كما عودتكم في الحلقات السابقة، أقرأ بالفرنسية ثم أشرح باللغة العربية. إذن بالنسبة لمدرسة العلاقات الإنسانية أو تيار العلاقات الإنسانية، فسأتناوله من خلال مجموعة من الرواد. أولهم ولا شك هو إيلتون مايو. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول تجارب إيلتون مايو. ثم بعد ذلك في الحلقة المقبلة سأتناول لستيل دو كوموندمون، يعني أساليب القيادة ودينامية الجماعة بالنسبة لكورت ليفن، كذلك أبحاث ليكرت ومبادئ العلاقات المندمجة، ثم نظرية الحاجات والحوافز لماسلو، ثم ماكغريغور والبعد الإنساني للشركة، ثم هايزبرغ ونظرية العاملين لدو فاكتور، ثم أغجيري وتطوير إمكان الفرد داخل التنظيم. إذن كل هؤلاء الباحثين والرواد فهم رواد مدرسة العلاقات الإنسانية التي ستكون المنطلق لما يسمى بتدبير الموارد البشرية فيما بعد. إذن أحبابي الكرام، إذن كما أشرت في هذه الحلقة سوف نتناول رائد مدرسة العلاقات الإنسانية وهو إيلتون مايو. إذن على بركة الله، لا تنسوا أحبابي الكرام إذا كنتم من المتابعين الجدد أن تضغطوا على زر الاشتراك، ولا تنسوا دائما دعمنا بلايك من أجل أن تنتشر هذه المحتويات ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من الناس. إذن لنبدأ على بركة الله. أول شيء، أصل وتطور مدرسة العلاقات الإنسانية. أولا، إيلتون مايو والتجارب التي خاضها فيما يسمى بشركة لا ويسترن إلكتريك دو شيكاغو، شركة تسمى الغربية للكهرباء هكذا في شيكاغو. ولد إيلتون مايو في أستراليا. Il s'établit en 1922 aux États-Unis où il devient professeur de psychologie industrielle. واستقر به الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1922، حينها أصبح أستاذا لعلم النفس الصناعي في ما يسمى بمدرسة وارتون، مدرسة وارتون في فيلادلفيا، ثم كذلك في هارفارد ما بين 1926 و 1947. إذن بعد أن قام بدراسات في الطب، وكانت يعني دراسات قصيرة، يعني لم يستمر فيها طويلا، في إيدنبرغ في اسكتلندا، درس إيلتون مايو الفلسفة. درس الفلسفة ودرس أيضا علم النفس في أستراليا، وكان يدرس هناك المنطق. كان في أستراليا كان يدرس المنطق
اهتم إلتون مايو. أنا أحاول أن يعني أترجم مباشرة يعني حتى أختصر الوقت، لأن الكتاب بالفرنسية كما أشرت وأحاول أن أترجم. إذا اهتم إلتون مايو مبكرا بمسألة يعني تكرار لطاش المهام، لا ريبيتيسيون دي تاش، وفي بطبيعة الحال في التنظيم وأثرها على الإنسان. وقام بأبحاث حول التعب والإجهاد وكذلك علم النفس الطبي. في الولايات المتحدة الأمريكية قام بأبحاث وأنجز أبحاث معمقة حول الإنسان في العمل من داخل جامعة هارفارد، أو من داخل ليس الجامعة وإنما من داخل مختبر هارفارد للإجهاد أو التعب، هارفارد فاتيج لابوراتوري، وكذلك من خلال لابوراتوري ديبارتمون اوف اندستريال ريسيرش، مختبر كذلك عنده علاقة بالأبحاث الصناعية الذي أنشئ سنة 1926. ولكن أشهر بحث قام به إلتون مايو كان داخل ورشات ما يسمى بالهاوتورن، ما يسمى بالهاوتورن للشركة، شركة الكهرباء التي تسمى ويسترن إلكتريك كومباني دو شيكاغو، في شيكاغو، والتي انطلقت هذه الأبحاث سنة 1924. Cette compagnie s'intéresse particulièrement aux effets de l'amélioration de l'éclairage sur la production ouvrière au travail. هذه الشركة كانت مهتمة بالأساس، كانت تهتم بأثر يعني الإضاءة، أثر الإضاءة أو تحسين الإضاءة، أثر تحسين الإضاءة على إنتاج، على الإنتاج الإنتاجية العمال، أثر تحسين الإضاءة. فالنتائج، نتائج هذه الدراسة يعني تحسين الإضاءة، تحسين ظروف الإضاءة، بيّنت أن الإنتاجية تزداد مع تحسين الإضاءة. ولكن المسؤول، مسؤولو الذين كانوا مسؤولين عن هذه التجارب، عن هذه التجربة، يعني تبين لهم بأن هناك عوامل هي أصل هذا المعطى وليس الإضاءة فقط. Donc se rendent compte les responsables de l'expérience se rendent compte que les facteurs à l'origine de cette constatation ne sont pas de nature strictement physiologique. إذن تبين لهم بأنه هذا المعطى يعني تحسن المردودية ليس فقط يعني مرده إلى تحسين الإضاءة وإنما إلى عوامل أخرى. ولذلك قاموا باستدعاء باحثين من هارفارد، وخاصة استدعوا إلتون مايو والذي كان معروفا بأبحاثه وأعماله حول التعب، وكذلك كان معروفا بانتقاده للتصورات التايلورية للعمل، وكان هو بطبيعة الحال يؤيد اعتماد فترات راحة يعني في فترات راحة في الإنتاج، في يعني عملية الإنتاج، فترات راحة في عملية الإنتاج. الأبحاث التي لاغوشيرش أو البحث الذي أنجزه إلتون مايو à Cicéron في منطقة تسمى Cicéron près de Chicago، بالقرب من شيكاغو، في مصنع يسمى هاوتورن. تذكروا جيدا هاوتورن لأن هذا الاسم سوف يصبح مرتبط بمفهوم، بأن كونسبت أو ما يسمى بليفي دو هاوتورن أو أثر هاوتورن. إلتون مايو وفريقه بدأوا أبحاثهم انطلاقا من سنة 1927، واستمرت هذه الأبحاث 5 سنوات إلى حدود سنة 1932. الباحثون غيروا بشكل جذري روح الأبحاث السابقة. الأبحاث السابقة كانت تركز على الإضاءة، كان الهدف هو تغيير ظروف الإضاءة. الآن تغيرت الأمور، تجارب جديدة، لا يعني التجارب الجديدة التي قام بها إلتون مايو لا تعنى بالإضاءة وإنما بالتعب، بالرغبة في العمل، بأثر يعني اعتماد فترات راحة، بصفة عامة تحويل ظروف العمل، ظروف الإنسانية، وليس فقط الظروف المادية وإنما الظروف الإنسانية.
إذن كما يعني لاحظتم أن الأصل في الأصل كانت هناك رغبة في تغيير ظروف مادية، لكن الباحثون لاحظوا قبل إيلتون مايو من شركة الكهرباء الغربية في شيكاغو، لاحظوا بأنه يعني هناك أمور أخرى، يعني بالصدفة اكتشفوا أمور أخرى فاستدعوا إيلتون مايو للقيام بهذه التجارب. هذه التجارب أو الأبحاث التجريبية سوف يعني تؤدي إلى ملاحظة بشكل تدريجي لتأثير العلاقات الإنسانية في العمل على الإنتاج، لكنها لم تؤدي الأبحاث الأولى أو البحث الأول لم يؤدي إلى يعني تأويل مقنع وكافي. لا ديريكسيون جينيرال، إذن الإدارة العامة للمصنع انطلاقا من الموجة الأولى من هذه التجارب قررت أن تكمل البحث، أن تستمر في البحث، يعني أجري بحث لكن لم يكن مقنعا وكافيا، فقررت أن تجري يعني موجة ثانية من البحث. إذن في موجة ثانية من البحث من التجارب أكثر أجريت أكثر من 1600 مقابلة، des entretiens، مقابلة أجريت مع العمال والذين ينتمون إلى المصالح المختلفة ولهم مستويات مختلفة من المسؤولية في المصنع. هذه المقابلات بيّنت أهمية الآراء الشخصية واقترحت للباحثين أن يميزوا بين بعدين للعمل. يعني هذه الموجة الثانية من التجارب جعلت أن الباحثين يميزون بين نوعين من أو بعدين من العمل، بعدين. في المقام الأول يوجد نظام رسمي للتنظيم معروف من طرف الجميع، ثم المسألة الثانية أو البعد الثاني وهذا مهم جدا، يوجد أيضا نظام غير رسمي للعلاقات بين الأشخاص، يوجد يعني توجد نظام علاقات غير رسمي. هذه الملاحظات أدت إلى تعميق البحث، أدت إلى تعميق البحث حول طبيعة هذا النظام غير الرسمي للعلاقات، الأمر الذي سوف يؤدي إلى بحث ثالث أو إلى مرحلة ثالثة من البحث والاستقصاء. إذن أجريت ملاحظات جديدة وكانت يعني بمقاربة أنثروبولوجية، وهو الهدف منها البحث عن يعني الدور ووزن البناء الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية غير رسمية على الإنتاجية أو دورها في الإنتاجية أو تأثيرها على الإنتاجية. هذه يعني السلسلة من التجارب كان الهدف منها هو تعديل الظروف العمل au sens large pour en mesurer les effets sur la production ou sur la productivité humaine au travail. كان الهدف منها هو تعديل ظروف العمل لملاحظة وقياس يعني قياس يعني تأثير هذه الظروف على الإنتاجية الإنسانية في العمل، إنتاج الإنسان في العمل الإنتاجية. إيلتون مايو ويعني فريقه اكتشفوا يعني في طريقهم وفي أبحاثهم اكتشفوا ما يسمى بليفي هاوثورن أو أثر هاوثورن الشهير، والذي يعني تفاعل أو رد فعل إيجابي لمجموعة العمل observé lié à la prise de facteurs psychologiques psychosociologiques en situation de travail. لاحظوا بأن هناك أثر إيجابي ورد فعل إيجابي من 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 العمال عندما يعني يكون هناك اهتمام بالجوانب النفسية الاجتماعية في العمل، يعني بمجرد أن العامل تهتم به وتعطيه اهتمام نفسي واجتماعي فهو يرفع من إنتاجيته، يعني الجانب الإنساني. إذن فوندامونتالمون بشكل أساسي ليس يعني تطوير وتحسين الظروف المادية للعمل أو الموضوعية التي أدت إلى رفع الإنتاجية، وإنما الاهتمام بالعلاقات الإنسانية هو الذي سمح برفع الإنتاجية. هذه خلاصة تجارب إيلتون مايو. في أعماله إيلتون مايو يتحدث عن ما يسمى بالإضاءة الأساسية، puisque l'ensemble des ouvriers non soumis aux expériences et ne bénéficient d'aucun changement ont augmenté et maintenu
ان او نيفو دو برودكتيفيتي، لانه حتى العمال الذين مثلا لم يستفيدوا من ظروف مثلا يعني اضاءه جديده وكذا، فهم ايضا رفعوا من انتاجيتهم. ليس فقط هؤلاء الذين استفادوا من اضاءه جيده، ومن حتى الذين لم، وبالتالي فكانت الخلاصه ان هناك عوامل اخرى، عوامل انسانيه. De plus, lorsqu'il a l'idée géniale de supprimer toutes les améliorations apportées jusqu'à là auprès de l'atelier d'assemblage, il observe un maintien global du niveau de productivité. وكذلك ماذا فعل إلتون مايو؟ قام ب يعني حذف كل التحسينات التي أحدثت بخصوص يعني المسائل المادية والإضاءة في 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 ما يسمى بورشة التجميع، لأنه يعني كانت هي التي قاموا ب يعني زيادة الإضاءة فيها، فقام بحذف كذلك ذلك الشرط، فوجد بأن الإنتاجية بقت كذلك ارتفعت وبقيت مرتفعة. إذن كيف يمكن شرح هذا اللغز؟ ما الذي حصل؟ هذا سؤال. إذن أخيرا الاكتشاف الكبير كان أن الباحثين اكتشفوا أنه في هاوتورن توجد فكرة. Seul le fait de montrer concrètement aux ouvriers par les expériences et par la présence des chercheurs que l'on s'intéresse à eux et à leur sort a provoqué un regain de motivation et l'intérêt du travail. الاكتشاف هو أنه فقط الاهتمام بالعمال من طرف الباحثين والملاحظين وإعطائهم قيمة ويشعرون بقيمة إنسانية واجتماعية هو الذي جعلهم يتحفزون للعمل ويبدون رغبة في العمل. هذا سوف يقود إلتون مايو إلى إعداد نظريته حول العلاقات الإنسانية، والتي نشرها أساسا في كتابه الشهير الذي ظهر أو نشر سنة 1933 بعنوان The Social Problems of Industrial Civilization، يعني المشاكل الاجتماعية للحضارة الصناعية. هذا هو الكتاب. ثانيا، نظرية العلاقات الإنسانية. إذن مبدأ ليفي هاوتورن، أثر هاوتورن، تم تسليط الضوء عليه بطريقة يعني فيها نوع من الصدفة وغير متوقع، لأنه كما أشرت قبل قليل، لأنه الهدف الأول للدراسات الأولى كان هو قياس أثر الإضاءة على الورشات الإنتاجية وليس على يعني العلاقات الإنسانية، وهذا كان في يعني في نفس سياق المبدأ التايلوري، يعني تحسين الظروف المادية للعمل. Il s'agissait de créer des meilleures conditions matérielles possibles. وكان هو يعني الهدف هو يعني تحسين الظروف المادية للعمل. La première conclusion fut la découverte d'autres facteurs de stimulation humaine que les seules conditions physiques de travail. Cela a conduit plusieurs enseignements riches de conséquences pour l'organisation industrielle. وهذا بطبيعة الحال أدى، هذه يعني النتائج إلتون مايو، أدت إلى أنه كانت هناك استفادات كبيرة في مجال تنظيم الصناعي. ف en première analyse، في التحليل الأول أو في الدراسة الأولى، نقول بأنه la simple connaissance par l'individu du fait qu'il est sujet d'observation d'attention modifie son comportement. يعني مجرد ما أن يعني بالأمور المهمة، مجرد من يعني أعيد، مجرد ما أن العامل أو الفرد يشعر بأنه مراقب ويعني مهتم به وتحت رعاية ما، فهو يغير سلوكه الإنتاج، وكذلك يعني يغير سي لانتيغي دو ديريكسيون دو لا كومباني بور لي زوفري كي في لو كو لا برودكتيفيتي اوغمونت. ف في هذه الحالة، ففي هذه الحالة فالاهتمام إدارة الشركة بالعمال هو الذي رفع الإنتاجية وليس الإضاءة. يعني أعيد، il s'agit bien d'une réaction positive en rupture avec les savoirs traditionnels sur la connaissance classique du comportement humain en situation de travail. وبالتالي فهذه الأعمال اعتبرت يعني كقطيعة مع المعارف التقليدية التي كانت حول
سلوك الإنسان في وضعية العمل. كانت هناك معارف بطبيعة الحال مع المدرسة الكلاسيكية. ثم on se compte analyse مايو a mesuré à quel point les relations interpersonnelles. كذلك مايو درس، أو الأمر الذي قدمه مهم جدا أيضا، الأمر الثاني وهو أنه درس يعني تأثير العلاقات داخل المجموعات ودورها في ورشات الإنتاج، العلاقات الموجودة بين الأشخاص. إذن الذي يهم هو la cohésion globale، يعني الانسجام الشامل داخل المجموعة. إذا كان هناك انسجام وأجواء إيجابية وعلاقات يزداد الإنتاج. وهذه هذا البعد بعد الجماعي وبعد المجموعة والعلاقات أهمله تايلور، وكذلك الذين جاءوا بعده من رواد المدرسة الكلاسيكية، وهو محدد في الإنتاج داخل المصنع. المسألة الثانية المستفادة الثالثة عفوا المستفادة وهنو لجروب دو ترافاي. فالمسألة الثالثة المستفادة وأنه مجموعات العمل تخلق داخل التنظيم سيستم سوسيال، يعني نظام أو نسق اجتماعي من العلاقات بينهم، وتظهر كذلك مثلا قيادات في الرأي تظهر، وبالتالي فالمجموعات هي التي تنتج أو تنتج يعني قواعد خاصة بها، قواعد اجتماعية خاصة بها يعني غير رسمية. فالidentification de ces normes de comportement informel indique l'importance du facteur humain sur la production. فتحديد هذه القواعد، قواعد يعني للسلوك غير الرسمية informal، تبين أهمية العامل الإنساني في الإنتاج. مثلا من بين القواعد أنه il ne fallait jamais produire trop، لا يجب أن ننتج كثيرا، ودائما éliminer les casseurs de cadence، ونقوم بطبيعة الحال كل من يعني يكسر الإيقاع، إيقاع المجموعة تقوم المجموعة بإقصائه إذا كان مثلا شخص يريد أن يعمل بطريقة أسرع. إنه فالجام يدير مثلا لا يجب أن نقول لشخص مراقب الذي يراقب العمال، لا يجب أن نقول له أي شيء بخصوص ما يحدث داخل المجموعة، وبالتالي أي شخص يقوم بذلك فهو يعتبر من الوشاة، من الأصحاب الوشاية، ويتم شجبه والتنديد به وإقصائه، فالعمال متضامنون فيما بينهم. ففي النهاية المساهمة الأساسية لمدرسة العلاقات الإنسانية هي بينت يعني أثر المجموعة والعلاقات يعني الإنسانية وكذلك المشاعر على سلوك العمال وإنتاجيتهم في العمل. على كل إلتون مايو يمكن القول بأنه هو وفريقه بيّنوا البعد يعني التنظيمي والبعد المعقد للمسألة الإنسانية داخل وضعيات العمل في المصانع. وهذه النظرة التفاعلية للعلاقات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية في مجال العمل، في مجال العمل، ستشكل واحدة من المبادئ الأساسية لنظرية العلاقات الإنسانية، والتي هي كانت منطلق الأبحاث وتجارب جديدة في مجال تدبير يعني الموظفين والموارد البشرية. إذن الآن بورتي إليميت، ثالثا نقطة ثالثة بورتي إليميت دو لا تيوري دي غولاسيون هيومان. إذن ماذا أضافت يعني مدرسة العلاقات الإنسانية وكذلك محدوديتها؟ إذن فوندامونتالمون أساسا فأعمال إلتون مايو، أعمال إلتون مايو من مدرسة العلاقات الإنسانية، فهي قامت بيعني إعادة مسألة تنظيم يعني داخل الورشة الصناعية، قامت بإعادتها إلى النقاش. Ils introduisent néanmoins un enrichissement notable dans l'analyse des organisations en mettant en évidence le rôle de la dimension sociale. والمساهمة الكبيرة هو يعني وإثراء الجانب التنظيمي كان بإدخال البعد
الاجتماعي، بعد العلاقات داخل التنظيم. كانت هذه أكبر مساهمة لمدرسة العلاقات الإنسانية بخصوص إلتون مايو. Ils sont aussi à l'origine de réflexions et d'expériences sur la motivation de l'homme au travail et incitent les entreprises à valoriser le système humain. وكذلك كانت هي أصل الأبحاث التي أجريت بعد ذلك حول الحافزية، حافزية الإنسان في العمل، وبالتالي فهي تحث الشركات إلى تعزيز الجانب الإنساني، تعزيز المنظومة يعني العلاقات الإنسانية إذا أرادت أن تبحث عن إنجاز وأداء اقتصادي أفضل. إذن فريق عمل أو بحث فريق عمل إلتون مايو الذي يسمى أو في هاوتون، كان هدفه هو معرفة une connaissance plus intime de l'employé et de ses attentes. كان معرفة يعني خاصة بحاجيات وبتطلعات العامل من أجل أن نرفع من معنوياته، وهذه المعنويات أساسية من أجل الحصول على مردود جيد. إذن الرغبة la volonté de faire du profit، كانت هناك رغبة في يعني تحقيق الربح من خلال تخفيض المصاريف، كاركتيستيك دو لا لوجيك ماناجيريال تراديسيونيل، والتي هي الطابع التقليدي للمنطق، المنطق التسييري التقليدي، ا اونتريني اون سيري دو ميزور مانيبيولاتريس، وهذا ادى الى مجموعه من يعني التلاعب والتحكم واستغلال مثل هذه الجوانب، والتي ادت الى تحويل هذه النتائج الاصليه لمدرسه العلاقات الانسانيه الى وصفات لتدبير الموارد البشريه، لتدبير يعني العمال. يعني كانت هناك نوع من الاستغلال، استغلال هذه النتائج، نتائج الدراسه، لامور اخرى من اجل تحقيق الربح. وهذا بطبيعه الحال سولا اكسبيك لو بو دو ريوسيت، وهذا يشرح النجاح يعني العملي القليل الذي حققته هذه المدرسه. qui a davantage amené une sensibilisation à la question sociale dans l'organisation. Il ne faut pas perdre de vue que les travaux de Elton Mayo vont faire en sorte qu'un problème essentiel de pouvoir, de rapport de force, de domination économique va être occulté et traité de manière quasi exclusive par la psychologie et la dimension socio-affective. وبالتالي يجب كذلك أن ننت يعني يجب أن يجب كذلك أن نعرف بأن أعمال إلتون مايو كانت مهمة جدا في دراسة مثلا السلطة، القوة، العلاقات، علاقات القوة، يعني الهيمنة الاقتصادية وكذا، يعني كانت مهمة جدا في دراسة الأشياء من طرف علم النفس، وكذلك من طرف البعد ما يسمى بالبعد السوسيو أفكتيف، يعني البعد الاجتماعي العاطفي. وبطبيعة الحال هذه الانتقادات، الانتقادات التي ذكرتها قبل قليل، أنه استغلت هذه يعني الدراسات من طرف أرباب المصانع وأرباب الشركات إلى آخره لأغراضهم الربحية، فهي لا تقلل كذلك من أو عدم استعمالها. فهذه الدراسات أو هذه الانتقادات لا تقلل من أهمية مساهمة مدرسة العلاقات الإنسانية بقيادة إلتون مايو. إذن إلى هنا وصلت إلى نهاية هذه الحلقة أحبابي الكرام. إن شاء الله في الحلقة المقبلة سوف أواصل في مدرسة العلاقات الإنسانية مع أساليب القيادة ودينامية الجماعات، وهي نظرية من أعمال كورت ليفين. إذن أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وكذلك دعم الفيديو بلايك. السلام عليكم.